الرحيم، أهلا ومرحبا بكم في الدرس 16 اللي بيتكلم على موضوع البرينتينج عندنا. طبعا إيه علاقة موضوع البرينتينج أو البرينتر مع تكنولوجيا الـ VDI أو علاقتها في موضوع الـ VMware View تحديدا؟ طبعا موضوع البرينتينج كلنا عارفينه، أي حد في العمل بتاعه أو في البيت محتاج برينتر عنده عشان يطبع الفايلز الخاصة بيه. كنا زمان اليوزرز عندنا جهازه الفيزيكال بيتصل بيه مع البرينتر، سواء عن طريق USB او عن طريق سيريال او عن طريق بارل او عن طريق نتورك برينتر عندنا، ايا كان الاسلوب. فبيكون بيتم اتصال فيزيكال بين البرينتر وبين الجهاز الكلاين عندي اللي هو الفيزيكال PC بتاعه. لكن طبعا الموضوع مختلف تماما مع تكنولوجيا الفيديو اي، سواء سيتريك سواء مايكروسوفت سواء شركة فيمير. ازاي؟ احنا دلوقتي الجهاز البرينتر متصلة مع الجهاز الفيزيكال، لكن جهازنا الفيزيكال اللي احنا قاعدين عليه هو بالفعل ما عليهوش النظام التشغيل بتاعنا، ولا عليه الفايلات، ولا عليه الابليكيشن بتاعنا اللي هنستخدمها في الطباعة. انما الفايلات بتاعتنا وكل شغلنا موجود فين؟ موجود داخل الفيرتشوال ماشين الموجودة في الداتا سنتر بتاعتنا. فدلوقتي لما عاوز اطبع ملف بطبعه منين؟ من جوه الفيرشوال ماشين دي. طيب هل الفيرشوال ماشين ديت متصلة مع البرينتر ديت فيزيكال؟ لا طبعا مش متصلة معاها، لان ده موجود جوه داتا سنتر داخل سيرفرات، فالبرينتر دي مش متصلة مع الفي ام ديت عندنا دايركت عندنا. انما الماشين دي متصلة مع مين؟ متصلة مع الفيزيكال بي سي اللي هو اللي عليه الفي ام وير فيو كلاينت عند اللي بنستخدمه عشان نقدر نعمل اكسس الماشين بتاعتنا. فدلوقتي لما اليوزر بيطبع اي ملف هنا، طبعت اي ملف، ايه اللي بيحصل؟ الملف ده يا جماعه بيتنقل عند مين؟ بيتنقل عندي الى الفيزيكال بي سي، ومن الفيزيكال بي سي اللي هو عليه الفي ام وير فيو كلاينت الى البرينتر اللي متعرف عليه او اللي معمول لها كونكت عليه عندنا. طيب شيء جميل شفناه. طيب ازاي الفي ام وير فيو او الفي ام وير ماشين ديت هتبقى عارفة البرنترات اللي موجودة داخل الجهاز الفيزيكال اللي هو بيعرفها؟ الجهاز ده عنده برنتر أو أخطر متصل بيها. طب الماشين ديت إيه اللي عرفها؟ فيزيكال ماشين دي اللي عرفها إن الجهاز الفيزيكال ده عنده برنتر أو اتنين أو تلاتة بنختارهم وإحنا بنطبع عندنا. ده يا جماعة بيتم عندنا من خلال بروتوكول أو ستاندر كده، عندنا حاجة اسمها زيمبرنت. زيمبرنت ديت شركة ألمانية في سنة 99 عملت كده ستاندر خاص بالبرنترات عندنا، بروتوكول كده كل البرنترات بتقدر تفهمه. اشهرها طبعا شكل اتش بي وابسون وسامسونج وال جي، كل الشركات اللي بتنزل برنترات بتنزل فيتشر جواها حاجه اسمها زيمبرنت. لو الزيمبرنت دي موجوده والجهاز بتاعك بيدعم السوفت وير الخاص بالزيمبرنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتوكول موحد عندنا كل البرنترات بتفهمه، واجهزه انظمه التشغيل بتاعتنا بتفهمه لو عندها طبعا السوفت وير ده. من خلال اقدر اطبع البرنترات دي، بمعنى ان انا لو الجهاز بتاعي دلوقتي ما عندوش تعريف مثلا برنتر معين اتش بي، لكن انا هقدر اعمل كونكت على البرنتر دي واطبع عليها من خلال الابلكيشن اللي اسمه زيمبرنت. ده عباره عن ستاندر بروتوكول او يونيفرسال درايفر شكل ما بيقولوا. فباي ديفولت الفي ام وير بتاعتنا، لو انتوا فاكرين كده واحنا بنعمل انستول للكلاينت عندي على الجهاز الفيزيكال عشان نعمل من خلاله كونكت، كان في احدى الاوبشن اللي هو بيقول لك كاستم انستليشن، لو اخترتها هيقول لك هل انت محتاج تنزل الزيمبرنت ولا لا. ايه لازمته؟ لازمته يا جماعه ان هو هينزل الدرايفرات بتاعته موجوده على الجهاز هنا. طب ايه لازمته على الجهاز ده فعليا؟ هو بيعمل ربط بين البرنترات الموجوده في الفيزيكال، بينقلها فين؟ بينقلها عندنا على الفي ام ده. فالفي ام دي بتشوف كل البرنترات المتواجده على الفيزيكال بي سي ده، فبتستخدمها في عملية الطباعة. طب الفي ام ديت ما عندهاش الدرايفرز الخاصة بالبرنترات المتصلة بالجهاز ده، فبتستخدم بروتوكول الزين برنت في عملية البرنتنج عندي. فطبعا لا طبعا احنا لازم ناكد على موضوع الزين برنت ده، لازم يكون البرنترات عندنا بتدعم الموضوع ده. هي غالبية طبعا البرنترات حاليا بتدعم موضوع الزين برنت، لكن مش 100% عندنا. فبيستخدم هنا الزين برنت درايفر اللي هو يونيفرسال درايفر في عملية الطباعة على البرنترات المتصلة على الفيزيكال بي سي عندي. يبقى دلوقتي بنكسب حاجتين، أول حاجة
ان الزين برنت بيعمل حاجتين في التعريفات لكل البرنترات او اغلبها عندنا، ومن ناحية تانية بيعمل ريدايركت لكل البرنترات الموجودة على الجهاز الفيزيكال المتوصلة بيه الى داخل الفيرتشوال ماشين اللي انا بتصل بيها عندي. طيب ده فكرة البرنتنج داخل تكنولوجيا الفيديو اي. في نقطة تانية عندنا ممكن نقع فيها، لو تصورنا التالي، انا عندي اليوزر بتاع الفيديو اي ده على سبيل المثال كان موجود النهاردة عندنا 2 برانش. اليوزر ده عنده جهازه ممكن يكون لابتوب بيتحرك بيه، الجهاز ده وقاعد دلوقتي في البرانش الاولاني من الفرع الرئيسي، بيطبع فين؟ بيطبع في برينتر قريب منه موجود عنده. طب الماشين بتاعته فين؟ موجودة هنا في الداتا سنتر بتاعتي. طيب اليوزر ده اتنقل عندي، راح فين؟ راح الفرع التاني برانش بي. طيب اليوزر ده باي ديفولت هو عارف مين؟ عارف البرينتر ديت، متعرف عنه. طيب وبيدخل على مين؟ بيدخل على الماشين دي، على نفس الماشين بتاعته الموجودة في الداتا سنتر. طيب هو دلوقتي بالفعل اليوزر ده لما يجي يطبع، الماشين ده والجهاز ده عارفين مين؟ عارفين البرينتر في برانش ايه. بس انا طبعا مش عاوز اطبع ملف موجود في سايت تاني، مش مين اللي هيجيب لي الورق بتاعي، انما انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز اطبع فايلاتي مع البرينتر الموجودة هنا. طب ازاي اخلي الكمبيوتر ده يعرف البرنترات الموجودة في السايت اللي موجود فيه؟ يعني لو راح السايت تاني يعرف البرنترات الموجودة في السايت ده، راح سايت رابع يعرف البرنترات الموجودة في السايت ده. طب ازاي الجهاز ده بشكل كده اوتوماتيك يعرف البرنترات القريبة منه ويستخدمها في عملية الطباعة؟ طبعا بعض الناس ممكن تقول انا راح اضيفه، كل ما يروح فرع يروح يضيف المانيوال البرنترات اللي موجودة فيه. طبعا ده شيء صعب جدا عندي، بالذات لو عندي فروع كتير وعندي يوزر كتير، لان عاوز اعمل كده اسلوب عندي اليوزر بغض النظر عن المكان اللي بيتنقل فيه. هي طبعا الفيرتشوال ماشين ثابته ما بتتغيرش عندي، لكن الفيزيكال بي سي هو اللي بيتغير واليوزر هو اللي بيتغير في مكانه، فانا عاوز اطبع في المكان اللي انا موجود فيه. طب ازاي اطبع في المكان اللي انا موجود فيه؟ هنستخدم هنا حاجه اسمها الاوتو ماب برنت. الاوتو ماب برنت عباره عن ايه؟ عباره عن بولسي من داخل الجروب بولسي بطبقها على اجهزه اليوزرز، بقول فيها ايه؟ بطبق فيها كده رولز، بقول الجهاز اللي اسمه كذا او الاي بي بتاعه كذا او الماك ادرس بتاعه كذا او اليوزر اللي اسمه كذا، اليوزر ده لما يروح فرع كذا يستخدم البرنتر دي، ولما يروح فرع كذا يستخدم البرنتر دي. يبقى دلوقتي مش احنا عندنا 2 سايت، اقول السايت ده الرينج بتاعه كذا، لما انت تكون في رينج مثلا 10.001 او 10.00x بتروح تطبع على برنتر كذا. طب السايت التاني، السايت التاني طبعا ليه ماك اي بيهات تانية، اقول ان السايت التاني اللي هو الاي بي بتاعه مثلا 172.000 يروح يطبع على البرنتر الاي بي بتاعها كذا. يبقى دلوقتي هعمل رولز احدد فيها على حسب مكان اليوزر، وهنشوف الحسب مكان ده بيتحدد باكتر من قيمة واكتر من رولز على حسب مكانه، سواء بحددها بالاي بي او الماك او اليوزر نيم او الجروب نيم، يقدر يطبع على البرنت ديت على سبيل المثال. الخاصية دي بنسميها الاوتو ماب برنتنج عندي. الاوتو ماب برنتنج ده بيتم عن طريق بطبقها على اليوزر، بتطبق عليه عن طريق الجروب بوليسي بتاعتي. طبعا الجروب بوليسي بتاعتنا العادية اللي موجودة في الاكتيف دايركتوري ما هياش فيها الخاصية دي، انما هي دي خاصية خاصة بالفيديو اي تكنولوجيا الخاصة بشركة في ام وير عندي. فلازم اروح الاول اضيف خاصية الاوتو برنتنج جوه الجروب بوليسي عشان اقدر اطبق البوليسي ديت على الاجهزة عندي، عشان يطبق عليها يقدر يطبع على اي اقرب برينتر موجود عنده في السايت اللي رايح فيه. عشان نقدر نعمل الكلام ده، الاول هروح ادخل على الجهاز الخاص بالدومين بتاعي، نروح نفتح الاكتيف دايركتوري، ده الدومين بتاعي، هحتاج اروح افتح الجروب بوليسي. باي ديفولت مفيش حاجه اسمها اوتو مابنج عندي في الجروب بوليسي، فعشان اروح اضيف البوليسي ديت جوه الجروب بوليسي بتاعتي هروح اضيف حاجه اسمها الاوتو برنت. دي موجوده فين؟ ده ملف كده بروح اعمل له ريجستر عندي. الملف ده موجود فين؟ الملف ده لو فاكرين الملف الخاص بال الاي دي ام بوليسي اللي كنا مستخدمينها في البرسونا بروفايل، اللي احنا ضفنا بعض البوليسي الجديده الخاصه بالبرسونا بروفايل الخاصه باليوزر بتاع الرومنج بروفايل، كنا ضايفينها منين؟ احنا بنروح نفتح السيرفر الخاص بالفيو كونكشن سيرفر، بروح افتح البروجرام فايل في ام وير فيو، في ام وير عندها سيرفر، نفتح اكسترا،
جروب بورس فايل. فاكر لما كنا ضفنا هنا البورس الخاصه بالرومنج، هنا هلاقي حاجه اسمها فولدر كده اسمه زين برنت. زين برنت هنا بتحتوي على ملف كده دي ال ال اسمه تي بي، اللي هو زين برنت في ام جروب بوليسي دوت دي ال ال. الملف ده هنعمله حاجه اسمها ريجستر، ريجستر جوه السيرفر اللي عليه جروب بوليسي بتاعتي. لما نعمل ريجستر الملف ده بيحصل ايه؟ بيحصل ان هو بيضيف لي جزء جديد في جروب بوليسي بتاعتي مش موجود. ازاي نقدر نعمل ريجستر؟ هنروح نفتح كوماند لاين على جهاز الدومين ونستخدم الامر اسمه ريج اس في ار 32 ونكتب الباص. ممكن ناخد الملف ده كوبي عندنا او ممكن ناخد دراج اند دروب ويكتب لي الباص بتاعه كامل ونعمل ايه؟ انتر. يبقى دلوقتي اللي حصل، رحت عملت ريجستر للملف ده داخل الجروب بوليسي. هستفاد ايه؟ روح افتح كده جروب بوليسي، اي جروب بوليسي بصفه عامه. طبعا احنا هنعمل جروب بوليسي اللي موجود تحت الكمبيوتر اكونت الخاص بالكلاينت. ممكن هنا كريت بوليسي جديده ونسميها مثلا برينتر. البوليسي دي من نوع كمبيوتر كونفيجريشن، فبطبقها هنا على اكونتات بتاع الكمبيوتر مش يوزرز، على يوليفا الكمبيوتر اكونت. بروح افتح اعمل لها ايديت دلوقتي تحت الكمبيوتر كونفيجريشن، تحت البوليسي، تحت السوفت وير انستليشنز. هلاقي حاجة اسمها جديدة كده عندي مش ما كانتش موجودة قبل كده، حاجة اسمها اوتو كونكت ماب اديشنال برينتنج فور في ام وير فيو. ديت اقدر استخدم في ايه؟ طبعا مش تحت اي حاجة، انما انا باجي هنا كده الاقي في حاجة اسمها كونفيجر اوتو كونكت ماب اديشنال برينتنج. بروح افتحها كده، يبقى ديفولت ديسيبل. بروح اعمل لها انيبل واعمل هنا اد. اد ايه دي؟ عبارة عن ايه؟ هتلاقي في حاجة اسمها اي بي رينج، كلاينت نيم، ماك ادرس، يوزر برنت، يوزر او جروب، برنتر نيم، درايفر، واي بي ادرس. ايه عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن رولز كده اكنها شبه لو حد يشتغل كده رولز الخاصة بالفايروول. الفايروول بيشتغل ازاي؟ يقول لك مثلا سورس شخص معين، اي بي معين، عاوز يدخل على ديستنيشن معين، هل هنعمل له الاو او ديس الاو؟ يقدر يفتح او ما يقدرش. ممكن نعمل البورس دي نضيفها يوزر نيم، يعني الجهاز ده بالاي بي ده ما يشتغلش عليه الا الجهاز باليوزر نيم ده، يقدر يفتح سايت كذا، بيقدر يعمل داونلود فايلات معينه وهكذا. ده نفس هنا كانها بورس بتعمل بورس كده. يعني ايه؟ يعني مثلا اقول ان احنا لو عندها سايتين، اقول السايت اللي هو الرينج بتاعه 192.168.1.0 اوكي على مثلا 24، اي حد في السايت ده بغض النظر عن اليوزر نيم بتاعه او الماك ادرس بتاع جهازه او الكمبيوتر نيم بتاعه او الجروب اللي جوين فيه، هيقدر يطبع على مين؟ هيروح يطبع على البرنتر اللي هي الاتش بي كولر، اللي الدرايفر بتاعها اسمها ايه مثلا؟ اتش بي ليزر كولر، اللي هو مثلا لو هي واصله طبعا اي بي بيتكتب ازاي؟ اي بي اندرسكور مثلا 192.168.1.100. شوف الامر ازاي. يعني لو احنا فرضنا ان السايت الاولاني الاي بي بتاعه كذا، بقول اي حد في الرينج ده هيقدر يطبع على البرنتر الاي بي بتاعها كذا، بغض النظر الكمبيوتر نيم بتاع اليوزر ده ايه، او الماك ادرس بتاعه ايه، او اليوزر نيم او غيره. طب لو انا عندي سايت تاني، لو عندي سايت تاني مثلا على سبيل المثال الاي بي بتاعه 10.0.0.0، طب احنا هنعمل هنا رينج، مش هنعمل هنا اي بي معين، والسبنت ماسك بتاعته مثلا اللي هي الديفولت على 8، ونسيب كل الكلام ده فاضي، واقول مثلا البرنتر هنا اتش بي بلاك، اتش بي بلاك مثلا 5000، ده الموديل بتاعها، ده هو الدرايفر بتاعها. الاي بي بتاعها على سبيل المثال 10.0.0.100، واقول اي حد هيكون في السايت ده او في الرينج ده لما يكون الاي بي بتاعك بالشكل ده، هتروح تطبع على مين؟ هتروح تطبع على البرنتر. يبقى دلوقتي لو عندي اتنين سايت اليوزر بيتنقل بينهم، لو راح السايت الاولاني اللي هو الرينج بتاعه ده هيروح يطبع على البرنتر دي، ولو اتنقل في السايت التاني طبعا هياخد من الرينج بتاعها هيروح يطبع على البرنتر دي عندنا.
بغض النظر الكمبيوتر بتاعه نيم ايه او الماك ادرس او اليوزر نيم. طب احنا لو عاوزين نعمل مثلا حاجه معينه ليوزر معين، اليوزر هنا فهسيب هنا اي اي بي، لكن مثلا انا عاوز احدد اليوزر ده معين، فانا ممكن احدد اليوزر ده بدلالتي. ممكن اقول اليوزر الكمبيوتر بتاعه نيم بتاعه اسمه بي سي 1، او ممكن احدده بدلاله الماك، اقول الماك بتاعه 00 داش كذا 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 كذا، ده ماك ادرس مثلا. او ممكن احدده بدلاله الاسم بتاعه، مثلا يوزر بي اسمه احمد، او جروب بصفه عامه، جروب اللي اسمها مثلا فاير بتوع الحسابات، هيطبع على مين؟ هيطبع على برينتر معين عندي. فدلوقتي ممكن احدد الشخص بالكمبيوتر نيم بتاعه، بالماك ادرس بتاعه، باليوزر نيم بتاعه، بالجروب اللي عضو فيها، يقدر يطبع على برينتر معينة عندنا. او ممكن احدد فروع كاملة، سايت كامل، اقدر اقول السايت ده هيقدر احدده او اقدر يشتغل ويطبع، يقدر يطبع على اي برينتر عندي على حسب الاي بي بتاعه. وده طبعا هي الاشهر عندنا، وديت اللي بتكون اقوى عندنا في الحياة العملية، ان انا اليوزر ده بيتنقل في اكتر من فرع، فبحدد هنا دلالة ان اليوزر يطبع على برينتر معينة بدلالة الاي بي بتاعه، لان كل فرع طبعا ليه رينج معين من الايبيات عندي. بعمل انيبل وبعمل اوكي. البورصة دلوقتي هتطبق. ايه اللي هيحصل بعد ما تطبق البورصة دي؟ طبعا جيب ابديت، وجيب ابديت عند اليوزر، واعمل له ريستارت عشان دي الكمبيوتر كونفيجريشن، فبتحتاج تعمل ريستارت عشان تطبق. اليوزر دلوقتي لما يفتح الماشين بتاعته، يفتح الجزء الخاص بالديفايس اند برينتر، هيظهر هنا اسامي البرنترات اللي منضاف عنده بدلاله ايه؟ بدلاله البورس اللي اتطبقت عليه. يعني هو لو في سايت واحد هيروح ينضاف عنده مثلا برنتر الالوان اللي هي الرينج بتاعها 192، لو راح السايت الثاني اللي هو الرينج بتاعه 10 هينضاف عنده البرنتر الكالر عنده. تنضاف ازاي؟ طبعا ديت احنا بنضيفها بدلاله الاي بي، وبنبقى عاملينها طبعا ديزاين ليها على حسب اقرب برنتر موجوده عنده عندنا. يبقى كده شفنا يعني ايه البرينتر عندي، اسلوب الطباعة عندنا او فكرة البرينتينج في الفيزيكال، واسلوب البرينتينج عندنا في الفيرشوال او موضوع الفيديو اي بصفة عامة. هنا الكونسيبت واحد عندك بغض النظر عن الشركات. شفنا يعني ايه حاجة اسمها زين برينت، ده تكنولوجيا يا جماعة بتطبق في اوضاع كتير، يعني مش موجودة بس عندنا في فكرة الفيديو اي، لا ده ممكن موجودة في اي نظام تشغيل عندنا، ان هي بتكون بلت ان حتى في الزيرو كلاينت، وفي الديفايسات اللي هي الصغيره اللي ما فيهاش، ما تقدرش تضيف فيها الدرايفر الخاصه بالبرنتر فيزيكال. فاحنا هنا بنستخدم الزين برنت، والزين برنت ده عباره عن بروتوكول ستاندرد كده كل البرنترات بتقدر تفهمه واستخدمه في عمليه البرنتنج. شفنا المشكله بتاعت ان انا لو اليوزر بيتنقل وعاوزين اليوزر ده يطبع في اقرب برنتر عنده، فده بنعمل موضوع الاوتو مابنج. شفنا الاوتو مابنج دي حاجه خاصيه خاصه بالشركه في ام وير، عباره عن بولس اضافيه بنضيفها جوه جروب بولسي، بيستخدمها عشان يقدر يعمل بولسي كده رولز، ويحدد فيها مين اليوزر بدلاله الاي بي او دلاله النيم او الماك او الكمبيوتر نيم، يقدر يطبع على اي بي على برنتر معين احنا رابطينها معاه عن طريق البولس اللي بنعملها عندنا. بكده كنت هنا من الدرس بتاعنا الخاص موضوع البرنتنج، كان معاكم مهندس خالد الاسبي.